بتخون ليه يا محمود؟ انا عمري ما خنت في حياتي. يا سلام، حاجه غلط ممكن تتخيلها الا ان انا اخون. الا ان انا اخون واحد صاحبي الحقيقه. لا لا بجد، ليه بتخون؟ الرجاله يعني قصدك ليه بنخون؟ يعني ساعات لما بتشوف حاجه يا بتبقى تعتبرش خيانه، تعتبر تجديد. يعني لو انا بجدد، لو بتزهق يعني من البنت اللي معاك فبتشوف واحده غيرها. بالظبط، حاجه زي كده، اللي هو ايه، بعمل حاجه جديده بس. طيب رايك ان الراجل اللي ممكن يتخان ده يتعاقب ازاي؟ لا يعني هو ليه شنو في ميدان عام؟ ليه يتعاقب اصلا؟ يعني الخيانه دي حاجه مباحه يعني؟ مش لا، هو عادي يعني، الخيانه ساعات بتحصل، ما بتحصل من الراجل ومن الست، مش لازم تبقى عقاب. حتى احكي لي عن موقف خنت فيه حد. ما لا انا صاحبت. لا لا عمري. مش هتشوفنا يلا. لا 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 عمري ما خنت حد. خنها ليه يا سيد؟ لا عمر ما خنتها. ليه كده؟ عشان بحبها. عمرك ما خنت؟ لا، ده كان الاول قبل ما اتجوز. يعني انت معايا ان نسبه الخيانه كبيره؟ طبعا. صح، اكيد. طيب تفتكر احنا كستات ليه بنتخان؟ على حسب الاختلافات بينهم وبين بعض، ممكن ما نكونش متوافقين بان ما عندهاش مبدا كده على طول. الست يعني الكلام ده ما ينفعش طبعا، بان لو ست في مبادئ والراجل ماشي على مبدأه عمر ما يكون في اي وضع. ميت والدش والمخدرات. المهندس جمال عبد الحميد، تفتكر الستات ليه بتتخان في مصر؟ بتتخان؟ يبقى السبب هي. كل حد محملين الموضوع على الست. بص انا متجوز بقالي 40 سنه. ما شاء الله. ما حصلش الكلام ده عندي. والله ده يرجع للراجل نفسه اذا كان هو في طبعا. لقيت حد بيقول لي ان المشكله في الراجل، ليه بقى؟ اهو يعني في راجل عينه فارغه. وفي ست مش برضه مش مخليه الراجل انه يعني مش مهتميه بيه، مش ماليه عينه، مش ماليه عينه وكده، مش مسيطره. الرجاله بتخون يعني ساعات بيبقى السبب عند الراجل، وده طبيعه وغريزه فيه ان هو ما بيكفوش واحده. بمشيلك على مبدا الشرع، بيقول الشرع محلل له اربعه. فدايما بفضل يقول انا ليا اربعه. من تقصير الستات للراجل لما تقصر في حقه. شايفين يا جماعة ان كل الرجالة قالت نفس السبب. لا ما هو دي حقيقة، دي حقيقة. يعني لو هي طايعة ونظيفة ومراعية بيتها عمره ما هيفكر في غيرها. هي ممكن تكون تفاصيل عين وفي انحلال اخلاقي يعني، حسب برضه. خنت قبل كده بصراحة؟ ربنا شايفك دلوقتي. امانتي؟ لا ولا مرة. ولا مرة. ولا مرة خنت؟ ولا مرة. يا لو خانتك يا تم. لو خانتني هي بما انها حب 7 سنين فممكن تقتلها. لا لا صعب. تتفاهم يعني؟ ممكن تسامحها؟ بس على حسب نوع الخيانة يعني. لو الامر اكبر من اللازم فهيبقى صعب جدا طبعا. طب تفتكر الستات في مصر ليه بتتخان؟ بتتخان؟ لا دي نزوع عند اي راجل يعني، ان هو يجرب حاجه واتنين كده يعني. ولا مره. كنتها كم مره؟ ولا مره. قولي مش هقول. لا والله ولا مره. ولا مره؟ طب انت ما اتخنتش؟ اتخنت طبعا. طلقت. يعني هي خانتك فطلقتها؟ عملت ايه؟ يعني سافرت بره وحبت تقعد بره. حبت واحد بره وهي لسه على ذمتك؟ عشان الراجل دي طبيعه في اي راجل. مش عاجبه اي ست. الحقيقه الشكوى دي بيجي لي مرارا من الستات كلها. العيب في الراجل يا حبيبتي مش فينا خالص. الراجل بطبيعته ان هو مش مزواج، لا هو خاين. دي حقيقه. دي حاجه في دمه. دي حاجه في دمه. مهما تعملي، مهما نعمل فيهم، مهما تبقى الست جميله، مش عارفين.